السلام عليكم. أيام طيبة وكلها خير وبركة ورحمات، ربنا يسعدكم يا رب ويتقبل منكم طاعتكم وصالح أعمالكم. وببقى فرحانة قوي قوي لما بتكون الفقرة الأولى فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان لما بيكون مشرفني عالم من علمائنا الأجلاء اللي بنتشعلق فيهم كده علشان ناخد البركة وكمان نفهم أكتر عن ديننا. بيشرفني في الفقرة دي الداعية الإسلامي دكتور أحمد عبد الأسواني من علماء الأزهر الشريف. أستاذ شرفتني يا فندم وأنستني حضرتك، وبنفرح ونسعد بوجود حضراتكم معانا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الأيام الطيبة اللي احنا فيها دي واللي تم ذكرها في القرآن الكريم في سورة الفجر. نعم. والفجر وليال عشر. نعم. سورة البروج. وسورة البروج كمان. سورة البقرة. وسورة، طب ده انا نعرف بقى من عند حضرتك. ربنا يبارك في فضل الأيام المباركة دي وذكرها في أكتر من موضع وفي أكتر من سورة من سور القرآن الكريم. نعم. وده معناها يعني فضل كبير. نعم. طبعا يعني الأول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أردت أن أبدأ هذه الحلقة المباركة بشعار غير حجاج بيت الله في هذه الأيام. شعارنا نحن هنا الله أكبر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعار غير الحاج في مثل هذه الأيام. وشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتكبير هو زينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تتزين به هذه الأيام المباركة، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. يعني معلش يا مولانا خدني على قد عقلي بس. نعم. على إيه يعني؟ هل الأيام دي أفضل من شهر رمضان المبارك؟ نعم، هناك كلام بين العلماء بين فضل العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. فجمهور المحدثين على أن أفضل العشر ذي الحجة عن العشر من رمضان. من رمضان. لماذا؟ لأن العشر الأواخر من رمضان فضلت لليلة وهي ليلة القدر. أيوة. أما هذه فضلت لليالي كلها، أقسم بها المولى عز وجل، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال تعالى والفجر وليال عشر، لم يقل وليلة، ليال عشر، وليال عشر. صح. إنما جاء في ليلة القدر قال إن أنزلناه في ليلة، أيوة، لكي يبين لنا أن فضل العشر في ليلة وهي العشر من رمضان، أما فضل العشر من ذي الحجة العشر كاملة. أيوة. لقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ذكرها المولى عز وجل في أكثر من موضع، وهذا إن دل يدل على قدرها. ذكرها في سورة البروج في قوله تعالى وشاهد ومشهود. قالوا الشاهد والمشهود هو يوم عرفة وهو أحد الأيام العشر. أيوة. من ذي الحجة، وله مكانة عظيمة جدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع سواء في مسند الإمام أحمد أو عند البزار وابن حبان أو غيره، تارة يقول ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه الأيام، وفي رواية أعظم فيهن، أزكى فيهن، روايات عديدة على فضل الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام المباركة. ذكرت كما قلت في سورة البروج، ذكرت في سورة الفجر، ذكرت في سورة الحج، ذكرت في سورة البقرة. ما شاء الله. وذكر المولى عز وجل وقرنها بالذكر، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، يعني الأيام العشر المعدودة من أول ذي الحجة. قال تعالى في سورة الحج ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. تارة يقول أيام معدودة، وتارة يقول أيام معلومة، وتارة يقول ليالي عشر، وتارة يقول شاهدا ومشهود، ليدلنا على فضل هذه الأيام المباركة وأنها عظيمة ولها ثواب كبير جدا. طب يا فندم، يبقى احنا كده أولى بينا أن احنا نقدر هذه الأيام بالطاعات. نعم. وهل ثواب الطاعات في هذه الأيام يعني يعني بالبلدي كده أخد عليه ثواب أكتر من أي فترة تانية؟ جميل. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول إيه؟ علمنا، يعني أخبرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم في العشرة من ذي الحجة يوافق ألف يوم. الله. إلا يوم عرفة يوافق عشرة آلاف يوم. ده ربنا عامل لنا أوكازيون حسنات. اليوم
ألف يوم، يوم عرفة 10,000 آلاف، يعني الحسنة تتضاعف والأجر والثواب يتضاعف. لذلك بقول لإخواننا يعني المنفقين والمزكين والمصلين والذاكرين، أعمال كثيرة جدا لو حبينا نحصرها في العشرة نقول يا أخي اطرق كل باب خير، أنت لا تدري أي باب في الجنة تدخل، الجنة أبوابها بالأعمال. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق النبي يقول له يا أبا بكر أتعلم أن بابا في الجنة اسمه باب الريان اللي هو الصوم، وباب الصدقة، وباب الصلاة، وباب الحج؟ قال يا رسول الله وهناك رجلا ينادى من هذه الأبواب كلها. قال أجل. قال من؟ قال أنت يا أبا بكر، الله تناديك هذه الأبواب كلها. فالدليل على أن الإنسان ما يتركش في هذه الأيام العشرة حاجة ما يعملهاش، يعني نصوم، نصوم ونصلي ونتصدق، نعم، ونذكر، ونذكر الله طبعا، لأن الأيام دي من فضلها اجتمعت فيها أمهات العبادة. إزاي؟ إزاي مولانا؟ أمهات العبادة، حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا خمس أركان. الخمس أركان لا تجتمع في موعد معلوم إلا في العشر. كيف؟ لا يحج الحجاج إلا في هذه الأيام. صح، الحج أشهر معلومات، معلومات. صح. لذلك اجتمع الحج، اجتمعت الصلاة، اجتمع الصيام، بنصوم هذه الأيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت حفصة رضي الله عنها: كان يصوم النبي تسعا من ذي الحجة وعقدت خمسا وأفسحت أربعا. قالت هكذا: كان يصوم النبي تسعا من ذي الحجة. فالدليل على أن الصيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن اختلف الفقهاء هل كانت سنة مؤكدة أو غير مؤكدة. المؤكدة هي يوم عرفة، دي سنة مؤكدة، مؤكدة لأنه يغفر سنة ماضية وسنة باقية، وله أجر وثواب كبير جدا. مين ما ينولش الـ يعني مين يعني مع يعني الذكي هو اللي يصوم اليوم ده عشان يضمن يضمن سنة ماضية وسنة إيه وسنة باقية. بل يقول سيدنا قتادة رحمه الله: العمل الصالح وإن قل، إن كان قليل جدا، عملت أنا حاجة قليلة، سواء تصدقت بمبلغ قليل أو صمت يوم أو اثنين أو ذكرت الله قليل، العمل الصالح وإن قل في هذه الأيام يوافق عند الله غزوة في سبيل الله، صيام نهارها وقيام ليلها، أجر وثواب كبير جدا الناس غفلانة عنه في العشر الأولى من ذي الحجة. احنا عشان كده حضرتك يعني من نستضيف علمائنا يبصرونا ويفهمونا علشان نلحق نفسنا. بل لو رجعنا بالتاريخ للوراء للخلف لوجدنا أنها لن تعظم في أمة النبي بس، لا، ده معظمة من أيام سيدنا موسى العشرة نعم ذي الحجة، نعم، بل معظمة من أيام سيدنا يوسف ما شاء الله. الدليل القرآن الكريم، سيدنا يوسف عليه السلام بشر بالرؤية وبشر برؤية أبيه ورجع إلى أبيه في العشرة ذي الحجة، وكان على خزائن مصر في العشرة ذي الحجة. سيدنا موسى لما قال القرآن: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني العشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة كما سورة الأعراف. فهذه الأيام ليست وليدة اليوم في فضلها، بل هي وليدة أيام قديمة من زمان، من زمان، والناس إيه تعظم هذه الأيام. طب ما هو حالنا في هذه الأيام؟ حالنا كما قلت أولا الذكر، لازم، لأنها أيام ذكر، أيام ذكر تهليل والذكر وتعظيم الله. وفي مسند الإمام أحمد، وإن كان الحديث فيه ضعفا للأمانة العلمية إلا أنه يعمل في فضائل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام أحب فيها إلى الله من هذه العشر فاكسروا فيها التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، كونوا مكبرين. أيوه، سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة في هذه الأيام المباركة كانوا يدخلون الأسواق ويكبروا في أنفسهم، ثم يعني يجهروا بالتكبير، لا يخرجوا من السوق إلا إذا رج السوق كله تكبيرا. الله، ده اسمه عندنا في الفقه تكبير مطلق وغير مقيد. يعني إيه يا فندم؟ التكبير المطلق إننا أكبر أنا وماشي وأنا وقاعد وأنا وراكب وأنا ونائم وأنا أما المقيد ما قيد بعد الصلاة، اللي هي احنا بنبدا من يوم عرفه، من المساجد بتكبر، نكبر، بنكبر بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، المساجد كلها بتزين الدنيا بالتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا اعيادكم بالتكبير والتهليل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوهد في منى وهو في صومعته يكبر، فنظر الناس اليه فما انتهوا الا ان منى كلها كانت تكبر. ما شاء الله. اذا ذكر الله في هذه الايام المباركه شيء مطلوب،
ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. أيوة. ويكفي اللي يذكر ربنا ان ربنا هيذكره. انت شفت لما ربنا يذكرك انت عاوز ايه فضل؟ قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن اراد ان يذكره الله، الله بجلاله قدره يذكر العبد اذا ذكره العبد. فواجب على العبد ان يذكر الله في هذه الايام بالتكبير والتهليل، السنه اللي الناس مش واخده بالها منها. ممكن تقول لنا صيغه التكبير مره ثانيه وناخد الثواب ونردد؟ نعم. ورا حضرتك. صيغه التكبير: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد في الاولى ثلاث. ايوه. ثم التوحيد: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا ثم ثنائيه: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولله الحمد. فيها يجتمع حديث سيدنا. طب اقولها مره؟ نعم تفضل. عشان اخد الثواب مع حضرتك واخواتنا برضه. تفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جميل. الحمد لله. فيها اجتمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال فيها ايه؟ زينوا ما من عمل افضل في هذه الايام فاذكروا الله فيهن بالتكبير، كبرنا. ايوه. والتهليل: لا اله الا الله. ايوه. والتحميد في الاخر قلنا الحمد لله. ولله الحمد. فاجتمعت فيها صفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل انسان ان يعرف فضل هذه الايام بالفضل. الصوم. أيوة. طبعا. أيوة. سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. السيده حفصه رضي الله عنها زوجه النبي قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعا من ذي الحجه. تمام. وان كانت عائشه رضي الله عنها قالت: لم اراه يصوم، دليلا على انها سنه غير مؤكده. ولكن هي يعني اللي يصومها له كل الخير اجر وثواب، لكن ليلة يوم عرفه ده ما فيهوش فصال، دي لغير الحاج. من تمام. حكمه ربنا لغير الحاج، يعني الحجاج ما يصومهاش. لماذا؟ ليه بقى؟ لمشقه ما يجد الحاج من الوقوف على عرفات والشمس وغيرها. فالله رحيم بعباده، ان الله رحيم بعباده. تمام. لكن لغير الحاج صيامه سنه مؤكده، يغفر سنه ماضيه وسنه باقيه. طيب الصيام هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أفضل عند الله من الصيام. العبد يتقدم بالصيام لله في هذه الأيام، يباعد بينه وبين النار. يا رب. الصيام عبادة نزيهة. زي نزيهة يعني رفعت عنها شوائب الرياء. لربما حج ليقال، صح، لربما أنفق ليقال، لكن صوم بينك وبين ربنا. كان السلف الصالح يخرج أحدهم وفي يديه طعامه ثم يتصدق به، فيظن أهله أنه أكل. فإذا رجع إلى بيته المغرب فطر معهم، فيظن أهله أنه فاطر وهو صائم. يا سبحان الله. فالصيام عبادة كما قال عن علماء الفقهاء، هي عبادة نزيهة. تمام. مولانا فاضل 10 ثواني، أستأذنك نعيد تاني التكبير علشان ناخد بقى الثواب الكامل بإذن الله يا رب، وإخواتنا إن شاء الله يقولوا ورانا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خير ختام التكبير، وبشكر حضرتك وممتنة لوجودك معنا، ويعني ربنا يزيدك علم ويعني وينفع بيك وبعلمك. شكرا يا فندم جدا. للأسف الفقرة الطيبة دي خلصت. دلوقتي هنطلع لتقرير حضور جماهيري كبير جدا لمعرض هوم إن الذي تم تنظيمه من شركة تراست بقيادة الأستاذ أشرف العدوي بمشاركة 60 شركة في مجال الأساس والديكور. الدخول كان مجانا وكان فيه هدايا كبيرة جدا وكان فيه خصومات رهيبة. كان كل ده محفز لحضور الجمهور. كان كمان فيه اهتمام دولي للمعرض، وخاصة من دولة السنغال، متمثلة في افتتاح سيادة السفير أبو بكر صار للمعرض وشراء من المنتجات المصرية، ووعده بإقامة المعرض في دولته. نشوف التقرير علشان نعرف تفاصيل أكتر. أشكر في مقدمة السيد أستاذ أشرف الذي دعاني لزيارة هذا المعرض. في الحقيقة معرض جميل جدا جدا فوق ما تتصور. يظهر في زيادة الاقتصاد، نهضة الاقتصاد بين
خاصة السنغال ودولة مصر الشقيقة، ورأيت إبداعات ورأيت في الحقيقة اختراعات جميلة، ووجدت أنها كلها من منتجات مصرية الأصل، ونحن مستعدين للتعاون معها في جميع المجالات وأبوابنا مفتوحة. مشاركين في معرض هوم إن بقاعة المؤتمرات مدينة نصر لأول مرة، معرض هوم إن بيكون في القاهرة، قبل كده كان بيتعمل في اسكندرية والمحافظات، وإحنا من 2015 وإحنا مشاركين فعالين فيه بخصومات كبيرة جدا وفي نفس الوقت بمنتجات مميزة. إحنا أباني بنحاول نوصل لكل عملائنا منتج عالي الجودة بأفضل سعر ممكن، وكمان منتجنا مصري خالص قدر ينافس المنتجات العالمية. فاتحين في الإمارات، في دبي فرعين، وفي الشارقة، وقريب جدا هنكون موجودين في أغلب الوطن العربي بمنتج مصري ينافس المنتجات العالمية. بصراحة معرض هوم إن السنة دي إحنا شايفين إن هو اتطور تطور كبير قوي، لأنه أول مرة يبقى في قاعة المؤتمرات، زائد إن الترافيك السنة دي بصراحة إحنا ما كناش متوقعينه. الترافيك السنة دي بصراحة هايل فوق الممتاز. إحنا براند سعودي ابتدينا في مصر بقالنا سنة ونص، عندنا مصنع هو أكبر مصنع في المنطقة الصناعية في أكتوبر، وابتدينا بقالنا شهر ونص بالظبط فتحنا مول في المعادي، وإن شاء الله بعد شهرين هنفتح مول تاني في أكتوبر بإذن الله. فردوس عامل خصم حوالي 25%، عاملين خصومات على كل حاجة، على الأطقم، على الكراسي، على في عندنا كورنرز، بيقدر العميل يشتري زي ما هو عايز، عايز طقم، عايز كرسي بس، عايز كنبة ثنائية، عايز كنبة ثلاثية، بيقدر يختار كل الألوان زي ما هو عايز، في كل الفرايتي الألوان، بينفع هو يجيب القماش من بره لو هو حابب. بس أي حاجة يقدروا يشتروها من خلال الأبليكيشن بتاعنا بالتقسيط، وبنعمل عروض كويسة جدا، يعني مثلا زي عرض النهاردة عاملين مع المعرض أي حد يشتري أي حاجة من غير مقدم، من غير ما يدفع مصاريف إدارية، دي حاجة كويسة جدا للناس. عن طريق اللي انت بتنزل الابليكيشن تعمل ساين اب، بتدخل بياناتك وبتبدأ ساعتها تشتري أي حاجة انت عايزها من أي كاتيجري مختلف. هم إن معرض جميل جدا ومنظم وراقي، وأنا شايف المعروضات الجميلة وأسعارها اقتصادية، وشايف ان الشغل ما شاء الله كويس جدا ومنظم بشكل دقيق، وانا شايف الناس كلها مبسوطه بما فيهم احنا مبسوطين، واشترينا الحمد لله بشكل كويس من هذا المعرض الجميل. يوم النهارده كله طيب، ابتديناه بذكر الله، وان شاء الله كمان الفقره دي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبيشرفني في الفقره دي الداعيه الاسلامي حافظ عبد الحليم من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض الحياه. شرفتني يا فندم وانستني. اهلا بحضرتك، الشرف لي يا فندم، ربنا يحفظك يا رب. حضراتكم عودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. طيب، صلى الله عليه وسلم. ينفع بقى نخالف بما اننا في هذه الايام الكريمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، ينفع نخالف ونبدا بالتكبير؟ طب اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. والله انت فيك شيء لله، لاني كنت هطلب منك ده بعد الصلاه على سيدنا النبي. صلى الله فبعد اذنك عشان لا نقطع العاده. أيوة. والصلاه على سيدنا النبي كده، يعني ده احنا ما بنصدق، يبقى فرصه كده ناخد سوا احنا هنصلي على سيدنا النبي. ما هو داخل في الصيغه الصلاه على النبي، يعني كده كده معانا الصيغه الصلاه على النبي. ريحني عشان ما نقطعش التعود، نصلي على سيدنا النبي صلى الله. واثناء الحلقه هنعمل ان شاء الله هنكبر ونهلل ونحمد باذن الله، ونختم الفقره كمان بالتكبير والتهليل والحمد ان شاء الله. تمام، نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، صلاه ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وحاجه كل من طلب منا حاجه يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور واهله. اللهم امين يا رب العالمين. مولانا، كنت عايزه بمفهومنا الدارج احنا كده ناس، يعني الناس اللي يعني مش اصحاب علم زي حضراتكم، يعني الاضحيه. ايوه، دي فكره احنا يعني سنه، وسنه مؤكده ان شاء الله، يعني صح؟ ايوه ان شاء الله. واحنا يعني على خلاف بين الفقهاء، ده منهم اللي قال انها واجبه كمان، مش كمان سنه بس يعني. طيب، يعني تجب على كل من ملك مال ان هو يضحي. تمام تمام. فاحنا ايه بنعملها على سبيل انها احنا مامورين نعملها، وفلسفتها ان هي سمعا وطاعه لله سبحانه وبحمده. لكن اكيد في ابعاد تانية جوه المساله، ان ربنا يعني كل طاعته مش احاديه، يعني مش زي ما احنا بنشوفها كبشر، مش حكمه واحده بس. ايوه، فمطلوبه من حضرتك يعني تفسر لنا حكمه الاضحيه والغرض منها او الاغراض المتعدده. أيوة. منها بعد اذنك. هو مهم جدا اللي حضرتك بتقوليه دوت لسبب بسيط. استحضار المعاني دي والمعنى العميق من الأضحية نفسه بيخليك، بيشجعك ان انت نفسك طيبة بيها،
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وإنها لتقع من الله بمكان فطيب بها نفسك، خلي نفسك طيبة وأنت بتقدم الأضحية لله سبحانه وبحمده. الأضحية سنة أبينا إبراهيم تلقاها الصالحون من بعده وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعاشت عليها أمته إلى ما شاء الله سبحانه وبحمده. اختار الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة لتكون فداء للذبيح ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهي اختيار الله عز وجل. يبقى فيها من المعنى العميق من الفداء النفس وأنها عتق للنفس، فكأنك أنت لما بتقدم أضحية تأسيا بأن سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى فدى ابنه بهذا الكبش، أنت كأنك تفدي نفسك من النار. فاستحضارك للمعنى ده بأنها فكاك لنفسك من النار، ده برضو معنى عميق الإنسان بيستحضره. فكاك من النار ولا فكاك من النار وأشياء أخرى؟ يعني مش ممكن دي تبقى فدو مثلا؟ لسه بنعد. تفضل. لسه بنعد. فاستحضارك للمعنى دوت بيكون دافع ومحفز ليك. الأمر اللي بعد كده أن الله سبحانه وتعالى اختارها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكون وسيلة شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هذه عطية من الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد. ونهر الكوثر من أعظم أنهار الجنة اختص الله به نبيه محمد. فلما كانت هدية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأحب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يشكره على هذه العطية، فاختار الله عز وجل الطريقة التي يشكر بها نبيه ربه. فقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فكأن النحر والذبح لله سبحانه وتعالى هو وسيلة شكر لله سبحانه وبحمده. ده مفهوم من القرآن الكريم. الأمر اللي بعد كده أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهي مزروعة فيها ومغروسة فيها تقوى الله سبحانه وبحمده. الأمر اللي بعد كده كل دي حاجات موجودة جواه. الأمر اللي بعد كده أن الله سبحانه وتعالى أحب من عباده في هذا اليوم، والعبادة دايما لما يكون لها وقت معين وحال معين هي أفضل أوقاتها وأفضل حالاتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل في يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هراقة الدم. يعني أن هذا الموطن وهذا اليوم على وجه التحديد هو محبب إلى الله سبحانه وتعالى الذبح فيه له سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى جعل الذبح ونسبه له، قل إن صلاتي ونسكي نسك الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما تحب. أن فيها نوع صدقة مما تحب، في حد ما بيحبش اللحوم؟ في الحديث الشريف في الآية القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففيها محبة. كل ده من معاني الأضحية، وأعظم معنى فيها هو معنى التوسعة على الفقراء والمحتاجين اللي هو المقصد الأسمى والأعظم من الأضحية. تمام. طيب حساس حاجة نكمل كلامنا بس بعد ما نشوف التقرير، علشان كمان نفكر الناس إن يا جماعة الوقت بيجري. أيوه. فهنتصل إن شاء الله ب 15740 علشان نبقى في طاعة الله، وحنوكل جمعية أو مؤسسة نبض الحياة إنها تكون بنيابة عننا. أيوة. واقفين على الأضحية ويوزعوها للناس المحتاجين حقيقي، الناس اللي في أماكن استحالة لنا ولا حضراتكم هنقدر نوصل لها. صحيح. اللي حوالينا زي ما أنا بذبح، في جاري بيذبح وفلان بيذبح، فإحنا هم العشرين 25 بني آدم اللي حوالينا اللي بياخدوا من ده ومن ده ومن ده ومن ده. في ناس في حتت ما فيش حد بيديهم قطعة لحم. فنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا بإذن الله. احنا النهارده في زياره للمزرعه عشان خاطر الاضحيه اللي احنا هنقدمها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبنطمن على الحاجه اللي احنا بنقدمها للناس. فاحنا طبعا حبينا ان احنا ننفرد بالمدير التنفيذي سياده المستشار الاستاذ عبد العزيز عشان نساله عن شويه حاجات اكيد حضراتكم عايزين تعرفوها. حضرتك بقى ايه الهدايا والمفاجآت اللي مختلفه عن السنه اللي فاتت موجوده السنه دي؟ هو بص، احنا كل موسم وكل حركة بنتحرك فيها الحمد لله بنبقى لازم نكون مميزين فيها عما قبلها. ايوه. فالسنة دي احنا سعينا ان احنا نوفر اكبر عدد ممكن من الكيلوات للسادة المتبرعين. أيوة. وللسادة المستفيدين
دلوقتي هل انا كمتبرع هل ينفع ان انا اقول الاضحيه بتاعتي عايزها في المحافظه الفلانيه؟ اه طبعا. هو احنا ليه قلنا 16 محافظه مش اكتر من كده؟ لان في محافظات بيبقى ليها ظروف استثنائيه خاصه غير ان هي فعليا مغطاه. تمام. ما بيبقاش فيها مشاكل الاسر الاشد احتياجا. تمام. ال 16 محافظه اللي احنا بنستهدفهم هم 16 محافظه الاشد احتياجا في الجمهوريه كلها. فحضرتك وانت بتكلمنا هتقول لي محافظ انا حابب التبرع بتاعي ده يتوزع في محافظه كذا. تمام. وفي قريه كذا. طيب يعني كمان انت مش تقول لي في محافظه كذا بس، لا انت ممكن تخصصه كمان لقريه كذا. يعني كان بيبقى في توجيه من المتبرعين. آه كمان طبعا. بما اننا في حمله الاضحيه ينفع بقى اخد جزء عقيقه وجزء اضحيه وجزء صدقه، هل ينفع اجمع ده معاكم؟ بيتيح لي الموضوع ده معاكم في مؤسسه نبض الحياه؟ حضرتك دلوقتي مشترك معايا في مؤسسه نبض الحياه، ما بتعملش معاك على انت متبرع لمره واحده. تمام. حضرتك مساهم في مؤسسه نبض الحياه، اذا ليك سهم في مؤسسه نبض الحياه. تمام. مش هقتصر الفايده بتاعت حضرتك كمتبرع في الاضاحي بس، اي امكانيه تساعد بها المؤسسه الساده المتبرعين احنا جاهزين ليها، مفيش مشكله خالص. وفي الاول وفي الاخر المستهدف بتاعنا الاسر الاشد فقرا. حضرتك انا شايفك بقالك فتره كده بتلف على كذا مزرعه وبتروح مزارع كتيره جدا بتزور. طبعا. بناء على ايه بتختار العجل اللي هيضحى بيه؟ يعني في حاجات بسيطه جدا بتفرق معانا احنا في اختيار نوعيه العجل. تمام. احنا ما بنختارش عجول مربوطه. تمام. اطلاقا. أيوة. احنا بنختار العجول السايبه، بنشوف الاعلاف بتاعتها عباره عن ايه والصحيه. يعني ايه عجل مربوط؟ أيوة. العجل المربوط بيفرق عن العجل السايب في عدد الكلوات بتاعته وتصفيه اللحوم وجوده اللحم نفسه. احنا عايزين اللحوم دي لحوم اضاحي، زي ما المستفيد بياكل بياخد اللحمه دي زي ما حضرتك بتحب تاخد احسن حته لحم علشان تاكلها في بيتك. أيوة. ده مستهدفنا برضو للمستفيد. أيوة. المستفيد لازم ياخد احسن حته لحم ياكلها في بيته، وده موسم ما بتكررش في السنه غير مره واحده. صحيح. فاحنا بنستعين بالساده الخبراء اللي هم عندهم خبره كافيه في اختيار نوعيه العجول بالمواصفات الفنيه اللي تقول لنا دي افضل أيوة. عجل ممكن تطلع منه قطع لحم. أيوة. وطبعا النظام الغذائي بتاعه اليومي. دايما بنعمل بث مباشر واحنا يوم الانجاز. طبعا. هي طبعا ده اكيد لازم. أه. وهي دي الفكرة من المشاركة ما بين المؤسسة وما بين السادة المتبرعين. حلو. إن أنا نوب عن حضرتك سواء في الدبح. أيوة. أو في التوزيع، فأنا بنوب عن حضرتك. وأثناء الدبح لازم بيبقى فيه فيديو لايف على صفحة المؤسسة شغال، والسادة العلماء والمسؤولين الإداريين بيمسكوا الورقة اللي مكتوب فيها أسامي السادة المتبرعين وبيوهبوا العجل عن فلان وفلان وفلان السبعة المتبرعين. وعلى فكرة إحنا عندنا كتير جداً، في بعض الساده المتبرعين بيقول لك انا هاخد السبع صكوك لوحدي في العجل كتير. فبيبقى العجل ده مدبوح عن فلان باسم واحد واسرته بس. الاسم واحد. تمام. في سبعه في سته، ممكن نلاقي العجل الواحد فيه ثلاثة. يعني لو العجل فيه سبعه بقول اسماء السبعه. آه وانا بذبحه. اه وبنوب عنه. اه وبنوب عنه في النيه وانا بنوي ان ده عن فلان وفلان وفلان. يعني مش لازم اجي انا، ممكن دلوقتي افتح الصفحه وانت بتذبحه بث مباشر وبتقول اسمي اللهم هذا عن فلان وفلان 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 وفلان. بعد اللي عرضناه لحضراتكم وبعد انتقائنا لافضل المزارع وافضل انواع اللحوم من حيث عجل الاضحيه، منتظرين حضراتكم للتواصل على 15740. ما شاء الله يعني الحيوانات ما شاء الله مصحصحه كده ومزهزها. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب يتقبل من كل الناس المحسنين المتقين اللي ليهم نصيب في اللهم. واللي ما لهمش نصيب ان شاء الله يبقى لهم نصيب لما يتصلوا ان شاء الله، لان ده فرض ان شاء الله، فرض مش سنه. مولانا قال ان هو يعني فرض بيكاد يكون فرض. احنا قلنا العلماء اختلفوا بقى عشان خاطر. آه. بس الله يكرمك. احنا قلنا العلماء اختلفوا، منهم اللي قال سنه مؤكده ومنهم اللي قال انها ايه؟ واجب. احنا مع العلماء اللي قالوا انها واجب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. لا ده عشان باذن الله تعالى ربنا يوسع على الجميع يا رب العالمين. وبعدين والله الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله، الخير في الناس ما شاء الله. احنا في اقبال على صكوك الاضاحي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني امبارح انا كنت بتكلم قالوا اكتر من السنه اللي فاتت ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم لك الحمد. يعني الامر اللي بعد كده بناء على كل ما سبق بقى الفضل اللي احنا اتكلمنا فيه، حرصنا على ان احنا نقدم المنتج بالجوده النظيفه بتاعته. يعني كان في بعض المشايخ يقول ان الموسم ده موسم تسابق في الجوده مش في عمل الخير. موسم تسابق في الجوده، عشان كده حرصنا ان احنا نروح قبلها بفتره في المزارع ونلف على مزرعه واثنين وثلاثه وكلنا بنروح مع بعض عشان نشوف احسن مكان اللي فيه مرعى كويس جدا ونختار. يعني انا عرفت بقى المصطلحات ديت لما رحت في المزارع هناك، السايبه غير المربوطه اللي بتاخد براحتها وبترعى براحتها، ده بيفرق جدا. يعني طبعا اختيارنا بقى للمنتج عشان يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، دعم جمهورنا اللي معانا اللي هم يعني
لما جبنا لهم اسعار الحمد لله رب العالمين من احسن وافضل الاسعار في السوق من فضل الله سبحانه وتعالى، لان ان في اقبال، فبدل اللي كان بيعمل صك واحد بيعمل صكين وبيعمل ثلاثه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وممكن اللي يشيل العجل بنفسه كامل. ليه؟ ليه في ناس حريصه؟ من غير قطع كلام حبيبي، اعرف حد من اخواتنا الافاضل ومن خلال الحمد لله رؤيتهم البرنامج الحمد لله هو مش 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 قرايبه مش اخواته ولا حاجه، لم السبع صكوك علشان هو واصحابه يبقوا كلهم مع بعض في عجل واحد ما شاء الله. فقلت له انت لئيم لانه خد ثواب السته الباقيين. ايوه مش دلع على لانه ايوه واجتهد وابتدى يلا، وكان حتى بيقول لي فلان ده كان بيطنش وقال له يلا تعالى مش عايز تروح الجنه معانا. فيعني ما شاء الله على كمان الناس اللي بتساعد. ومحدش بقى يا استاذه يجي يقول يعني ده مهم جدا الرساله دي توصل لكل احبابنا، محدش يعني يتكلم عن غلاء الاسعار في موضوع الاضاحي والكلام ده. يعني انت لو عندك ضيف وانت ذبحت له ذبيحه او قدمت لك، هتقعد قدامه وتقول والله ده الاكل دي كلفتني كذا؟ ولله المثل الاعلى، يعني الانسان يعني ايه يكون حريص ان طب بما ان حضرتك اللي فتحت الحته دي، مش ربنا بيخلف؟ طبعا طبعا طبعا، يعني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين سبحانه وبحمده، وخصوصا في مساله الاضحيه. ومن المعاني برضو الثانيه اللي احنا قلنا هنتكلم بها في مساله الاضحيه، ان انت باشتراكك في صكوك الاضاحي مع المؤسسات اللي بتثق فيها واللي انت عارف جهدها المبذول، ان انت بتقدر توصل للناس يستحيل توصل لهم. احنا كمان بفضل الله سبحانه وتعالى مش بنشتغل لوحدنا، احنا التعاون والبروتوكولات اللي بتتم بيننا وبين الجمعيات الاهليه اللي بتقدر توصلنا الناس، ممكن يبقوا معاك في نفس القريه، في نفس القريه جنبك، في نفس القريه او في نفس المحافظه او في نفس المركز او في نفس الشارع ما تعرفهمش، الجمعيات بتبقى واصله لها ومعاها كشف بيها، واحنا بنقدر نوصل لها حته اللحمه ديت او قطعه اللحمه ديت بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هي من احسن حاجه. الامر اللي بعد كده ان احنا بنوديش كميه بسيطه، ما بنوديش مثلا نص كيلو ولا كيلو، ده احنا اللهم لك الحمد يعني تروح للبيت تغنيه حقيقه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ثانيه في الحته دي برضو، يعني مش مجرد ان الناس تدوق، يعني الاماكن دي ياكل ويشبع، ويحوش كمان منها. لان الحمد لله قلت لحضرتك ان ده تسابق في عمل الخير وفي الجوده كمان، وده من جمله الجوده ان انت تقدم حاجه مشبعه للناس، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن اشاور على حاجه حضرتك قلتها ومفرحه قلبي؟ أيوه. والحقيقه ما حدش بيعملها غير مؤسسه نبض الحياه اعتقد، والله اعلم. الحمد لله ان انتوا عملتوا مشاركات، بمعنى ايه؟ ايوه، يا مؤسسة فلان الفلاني. أيوة. مؤسسات صغيرة، لو انتوا حواليكم ناس قولوا لنا ونجيب لكم. أيوة دي ونوزع حقيقة. من خلالكم. أيوة. فده يعني الهدف إن, ان ان ربنا يرضى عننا كلنا. أيوة. يعني مؤسسة نبض الحياة مش عايزة تعمل نفسها شهرة، ان هي اللي بتعمل اي حد اي مؤسسة، يعني دعوات كتير قوي للمؤسسات، تعالوا شرفونا في وقف النخيل، اللي عايز يشترك معانا يشترك. أيوة. فضل الله، تعالوا شاركونا في الاضحيات، اللي عايزنا نروح له في المكان لو في ناس اكثر احتياجا. فيعني في ناس بتقعد تعمل دراسات عشان توصل ان اللي ياكل حته لحمه يبقى منشرح. فيعود عليا فرحته وانشراحه ده بخير وبرضا وبقبول من ربنا سبحانه وتعالى. كمان يا استاذه مساله ان انت تشترك في صك اضحيه مع مؤسسه، الاول كان اللي بيشترك في صك اضحيه اللي هو مش قادر يباشر الذبح بنفسه، او قادر ان هو يروح يتعامل بنفسه، او مش لاقي ناس يشترك معاه. لكن دلوقتي لا، في حد كان بيقدر يباشر الذبح بنفسه، يشوفه يروح عند الجزار ويقدر يجيب ذبيحه كامله لوحده، ومع ذلك بيشترك معانا في مؤسسه نبض الحياه. ليه بقى؟ لانه الاول كان بيبقى حريص على مشاهده الذبح، لان دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي افضل حاجه ان انت تشاهد ذبح اضحيتك بنفسك. فلما مؤسسه نبض الحياه بتعمل البث المباشر للذبيحه بتاعتك وانت بتشوف ان بس حول لحضرتك حاجه، اللهم ان هذا عن فلان ويذكر اسمك على الذبيحه، وانت بتشوف بيشوفها بعينه بعينك. بس مولانا محمد رضا اشار لنا لحاجه، ان الفيسبوك ايوه بترفض ان نعمل ذبح لايف. أيوة. فاللي هيحصل ان حضرتك كمشترك أيوة. هيتذبح، وفي نفس اللحظه يا دوب نذبح نسجل لك الفيديو يتبعت لك على طول على الواتساب بتاعك. أيوة. لانه لو اتحط على الصفحه بتاعت المؤسسه الصفحه كمان هتقفل. أيوة. لان الغرب ما عندهمش الفكره دي، او هم مش مسلمين فما يعرفوش الاضحيه بالظبط. أيوة. فيقول لك لا ده دم، والدم المفروض ما ننشروش يعني. ده يعني الحمد لله رب العالمين اللي بيكلمونا في الكول سنتر بيتحط تحت بند محتوى عنيف. ايوه
بنعرفهم الكلام دوت، وكل الناس اللي بتبقى معانا عارفين الكلام دوت، ويعني اغلب الناس بتبقى عارفه النهارده ان الفيسبوك بيحجب الحاجات دي. طب عشان فاضل يعني دقيقه هنقول الصك تمنه كام معلش، وبعدين نكبر لان احنا ما كبرناش. حاضر فضل. ان شاء الله الصك اللي هو العجل البقري والجاموسي 4500 جنيه تمام، والخروف الخروف 6000 جنيه بفضل الله سبحانه وتعالى. والصدقات وفي صدقات زي ما انت عايز بقى. ودي ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني شغاله طول السنه مش بس في الايام دي، من ساعه اطعام الطعام. وانا عايز اقول لحضرتك ان انا يوم حمله اطعام الطعام طوال العام، انا يوم الجمعه يوم اول امبارح كنا بنذبح جزء من الصدقات ديت عشان خاطر نوسع على الناس في هذه الايام، لان في ناس طلبت ان احنا نوزع الصدقات بتاعه اللحم في الايام دي على وجه التحديد لما فيها من الخير والفضل. يا رب 15740 ده رقم التليفون 15740. بعد اذنك الفقره خلصت بس نختمها بالتكبير بعد اذن حضرتك. ماشي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خير ختام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. استنوني الفقرة الجاية بإذن الله تعجبكم. مين مننا ما بتحلمش ببشرة صافية مشدودة مترطبة بتلمع كده زي الأطفال؟ الحياة كلنا بنحلم بكده على مختلف أعمارنا، ستات ورجالة. في منتجات كتير موجودة جدا جدا، ده مسؤول عن التفتيح، ده مسؤول عن مش عارفة الشد، ده مسؤول عن التجاعيد، ده طب ليه ما استخدمش منتج فيه كل ده وفيه كل ده بشكل علمي، مش يعني بيعملوه ناس تحت بير السلم، لا متخصصين. ومن المتخصصين اللي ممكن يكلمونا عن المنتج العظيم ده اللي هو سيرم بينكي الدكتورة ناردين نشأت، وهي صيدلانية. يا دكتور ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه المنتج بقى الجديد ده اللي قلب الدنيا واللي ابتدى يعني يعمل ما شاء الله يعني رواج كتير جدا جدا، وهو الحقيقة مش كريم، يعني احنا عارفين كريم بينكي وعارفين مكوناته وحضرتك شرحت لنا اكتر من مرة فوائده، عايزين نتكلم بقى عن الجديد سيرم بينكي. واسمحيلي وانا يعني بشتري منتج زي السيرم او كده قوامه مش زي الكريم، فايه الفرق بين السيرم وايه الفرق بين الكريم، وانه الاحسن اللي هيفيدني اكتر، ولو عملت زي روتين في الكريم بينكي وسيرم بينكي هستفيد اكتر؟ اتفضل. بشكل عام السيرم اصلا حاجه تكنيك جديد في الكوزماتكس او في عالم التجميل، حاجه لسه يعني ما بقالهاش سنين زي الكريمات، طبعا الكريمات بقالها سنين يعني. الفكره في السيرم او ايه المختلف ما بين السيرم والكريم، طبعا التركيز بتاع المواد، السيرم بيسمح لي ان انا احط تركيز اعلى من المواد من الكريم، ده غير كمان ان هو بيوفر امتصاص سريع في البشره ولطبقات اعمق في البشره من الكريم، وده بسبب ان قوامه بيبقى ليكويد او سائل، فبالتالي بيمتص بسهوله بيوصل لطبقات اعمق، فهو بيبقى بيستخدم على عكس الكريم لعلاج مشاكل محدده جدا. انا بشرتي مفتقده ماده معينه فبستخدمها في السيرم التركيز العالي اللي بيبقى موجود في السيرم، يعني استخدامه محدد شويه اكتر من الكريم، لكن مفيش تناقض ما بين الاثنين، بالعكس في الروتين المظبوط من فوق سن ال 25 المفروض يبقى عندي في الروتين بتاعي السيرم وبعده الكريم، استخدم السيرم الاول وبعدين بنحط الكريم عشان اوصل لافضل النتائج اللي انا عايزاها. طيب استخدمه السيرم على بشره تكون شكلها ازاي؟ اكون يعني منظفاها والمواعيد كمان اللي استخدمه فيها، واستنى قد ايه فتره بين ان انا احط السيرم وبعدين احط الكريم؟
السيروم بنستخدمه على بشرة نظيفة مغسولة طبعا بالغسول بتاعنا، وبعدين بنحط التونر بتاعنا، وبعدين بنرش كده اي سبراي فيه مية ورد او مية او اي حاجة، او ممكن استغنى عن التونر وبعد غسيل الوش على طول والبشرة مندية بعمل ابليكيشن او بحط السيروم ده، عشان السيروم فيه هايلورونيك اسيد، والهايلورونيك اسيد عشان احصل على افضل نتائج منه لازم يبقى على البشره وهي منديه عشان يمتص اكبر قدر من جزيئات الميه. طب انتي هتدخليني دلوقتي في سؤال تاني قبل ما نكمل اجابه السؤال ده، مكونات بقى السيروم. يعني احنا معانا الصور اهي على الشاشه بتاعه العبوه، عبوه صغيره بقدر استخدمها ميلي. ببساطه احطها في شنطتي يعني. هو العبوه 30 مللي وفيها القطاره بتاعتها، هي مش صغيره ولا حاجه، هي انا ما بحتاجش اصلا في المره اكتر من نقطه عشان افردها على الوش والرقبه. لا انا قصدي اقول صغيره يعني احطها في شنطتي. يعني مش شيء ضخم يعني. لا خالص، هي 30 مللي بس هي تقعد معاكي فتره طويله جدا، لان هي انت بتاخدي بس نقطه بسيطه، هو سائل فمتخيله بيفرد معاكي ازاي يعني اكتر بكتير من الكريم. مش بتحتاجي منه كميه كبيره ولا اي حاجه. مكوناته هايلورونيك اسيد، طبعا هايلورونيك اسيد ده مركب اصلا طبيعي موجود في البشره. بنسمع احنا الاسم هايلورونيك اسيد، هو انا مش عارفه اقول هايلورونيك هايلورونيك اسيد. بسمع الاسم كتير دارج يعني، بس ما بعرفش ده فايدته ايه للبشره. ناس كتير عارفه ان هو يعني موجود دلوقتي في الكوزماتكس، بس مش عارفه هو بيعمل ايه، او بتتلخبط ما بينه وبين فيتامين سي، او استخدم انهي امتى. السيروم بينكي حل المشكله، حاطط الاثنين مع بعض هايلورونيك وفيتامين سي. بس خلينا نتكلم اكتر عن هايلورونيك بيعمل ايه، او ليه لازم احطه على البشره وهي منديه. هايلورونيك اسيد عنده القدره انه يجمع حواليه 1000 مره ضعف وزنه جزيئات ميه، فبالتالي بيعمل ترطيب عميق جدا للبشره، بيخلي البشره ممتلئه كاننا حقنين فيلر. على فكره زمان قبل ما الشركات تقدر تنتج جزيء الهيالورونيك اسيد باحجام تقدر البشره تمتصها، كان بيستخدم في الحقن بس، لانه كان بشكل موضعي مش مفيد، كان حجم الجزيء من كتر ما هو كبير البشره مش تقدر تمتصه. تمام. فمؤخرا اللي ابتدى يتم انتاجه بحجم جزيئات صغيره تقدر البشره تمتصها. يعني بدل ما استخدمه كان زمان فعلا في حقن، وفي لغايه دلوقتي حقن هايلورونيك اسيد بس. بس بقى في اوبشن الاسهل اللي هو ان انا احطه بشكل موضعي، بس طبعا مهم ان انا استخدم برودكت علمي طبي زي سيرم بينكي عشان استفيد فعلا من السيرم وما بقاش بحطه على وشي والبشره مش بتمتصه. وطالما يا فندم انت بتمثلي هذا المنتج وانت صيدلانيه، فانت بتتكلمي بشكل علمي بالظبط، وده منتهى الضمانه لاي حد بيتفرج علينا ان انت متخصصه وست دخلتي معامل وست فاهمه كل جزيء بيتحط ونسبته قد ايه اللي بشرتي تستفيد منه. و يعني كل الحاجات اللي ليها علاقه بالصيدله احنا بناخدها منك اهو، فده منتهى الضمانات يعني. وكمان النسبه بتاعته 1.5% دي اعلى نسبه هايلورونيك اسيد موجوده في اي برودكت ممكن تلاقيه في الماركت، يعني مش حاجه اعلى من كده، دي اقصى حاجه ممكن تلاقيها في اي منتج. فهو يعني بيوفر في السيرم، سيرم بينكي حاطين اعلى نسبه من الهايلورونيك علشان بشرتي تستفيد. بالظبط. تمام. بيخلي البشره مترطبه ترطيب عميق بسبب موضوع تجميع جزيئات الميه ده، بيشيل طبعا التجاعيد اللي بيبقى سببها اصلا الجفاف في السن الصغير، او التجاعيد اللي ظهرت بسبب السن، لان هو بيعمل امتلاء للخطوط دي فبتبتدي تختفي مع الوقت. كمان بيحافظ على الترطيب، مش بيرطب البشره وخلاص بعد ساعه ولا ساعتين الاقي بشرتي جفت، لا هو بيعمل ترطيب عميق بيخلي البشره ناعمه جدا وناضره. ده بالنسبه للهايلورونيك. فيتامين سي في برضو نسبه 10%، ودي نسبه كويسه جدا جدا، ما تعملش تحسس للبشره في نفس الوقت تديني كل فوائد فيتامين سي، لان برضو حضرتك بشكل صيدلي يعني ان ممكن نسب لو زادت تضر ما تفيدش. بالظبط. في ناس ما تستحملهاش. هو الميزان او المعيار الطبي للنسب اللي موجوده من كل منتج بحيث انها اخد فايدتها وما احصلش على ضرر. اي في ناس بتجري ورا البرسنتج الاعلى او النسبه الاعلى وهي مش عارفه ان ده هيضرها، خصوصا لو بشرتها حساسه. ف 10% نسبه حلوه جدا هتديني الفوائد اللي انا محتاجاها من غير ما يعمل تحسس للبشره. ايه بقى فوائد الفيتامين سي اللي نسبه ال 10% الموجوده دي؟ فيتامين سي اولا هو مضاد اكسده، طبعا احنا عوامل الاكسده طول الوقت حوالينا، تلوث بقى وتدخين سواء ايجابي او سلبي، يعني انا لو قاعده حد جنبي بيدخن ده بيأذي صحتي وبيأذي بشرتي. طبعا اشعه الشمس اكتر حاجه بتعمل اكسده للبشره، فهو مضاد للاكسده. السيارات والاحربه وكل ده، كل حاجه حوالينا بتعمل اكسده للبشره، فهو بيحمي البشره من ده لان هو مضاد اكسده. فطبعا ده بيحسن من او بيأخر من ظهور علامات الشيخوخه. زي ما بقول لحضرتك هو استثمار للبشره، انا بستخدمه دلوقتي وانا في منتصف العشرينات عشان لما ابقى داخله على ال40 الاقي بشرتي احسن من مثيلاتي اللي ما استخدموش بينكي سيرم، او 50 يا فندم او 50 يعني قصدي كل ما استخدمه بدري. بتغفلي انت سن ال50 شويه للاجدع ناس، قصدك سن ال30 50 ايه كمان مش بس في فيتامين سي، كمان في فيتامين اي.
وفيتامين اي ده مهم جدا في ترطيب البشره. وكمان في دراسات بتشتغل دلوقتي على فكره علاقه فيتامين اي بمحاربه او بتقليل نسبه التعرض لسرطان الجلد لا قدر الله، فدي برده حاجه مهمه جدا. وشيخوخه الجلد برده ما هي على فكره التعرض للعوامل اللي بتعمل الشيخوخه السريعه دي من غير حمايه بيؤدي الى بعض الاوقات يعني لا قدر الله لسرطان الجلد. التعرض للشمس من غير سان بلوك، ان انا ما استخدمش انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسده، الحاجات دي كلها بتتعب صحه الجلد طبعا. كمان هو في دراسات برضو بتقول ان هو بيحسن من الجروح والندبات، ودي برضو حاجه مهمه جدا جدا. يعني اللي عنده اثار لجروح مثلا او يعني مكان مثلا حبوب كانت قديمه او اللي كان عندهم جديري مائي ده وبيبقوا زي حفر كده، بيحسن الشكل جدا، بيحسن شكل السيرم وبيسرع عمليه العلاج. يعني لو في جرح يسرع عمليه انه يحصل له هيلينج او شفاء. وغير طبعا هو بيرطب البشره جدا جدا. اخر حاجه في السيرم هو الكولاجين، مش بس هو فيه كولاجين بحري، هو كمان فيه بيبتايدز واحماض امينيه غير فيتامين سي كمان، دول كلهم بيحفزوا على انتاج الكولاجين. فالكولاجين يخلي البشره مرنه، ما يبقاش فيه عندي مظهر المسام والتجاعيد والترهل اللي بيحصل في البشره اللي كده كده هيحصل مع الوقت. ايوه فهو بيقلل جدا جدا من المظاهر دي. فالحقيقه هو في كل حاجه البشره ممكن تبقى محتاجاها عشان تحارب التجاعيد والنضاره والترطيب، يعني هو بتركيزات عاليه جدا وبامتصاص سريع جدا. طيب يعني المدى قد ايه الزمني؟ مثلا كام شهر كده وابتدي احس فعلا ان انا بشرتي اختلفت؟ مش كام شهر، هما ثلاث اسابيع دي الدوره بتاعه تجديد الخلايا. ثلاث اسابيع بس؟ اه ثلاث اسابيع هتبتدي تحسي بس لو انتظمت. اه طبعا لازم واستخدمته بالشروط اللي حضرتك قلتي عليها، لازم البشره تبقى نظيفه، تبقى نظيفه ومنديه، وبنستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل بعد الغسول، وبعد ما بحط السيرم بستنى شويه بحط بينكي كريم مرطب. تمام. طيب هل في اماكن ممنوع احط عليها السيرم؟ لان مثلا في بعض الكريمات يقول لك لا الا منطقه حوالين العين ما تجيش جنبها. فهل سيرم لو جاء عند منطقه تحت العين هيضرني؟ لا هو مش مضر او مش مسموح بيه، بس هو مش مخصص لمنطقه تحت العين. منطقه تحت العين هي مشاكلها كتير. ممكن يحسن شويه من الهالات او الخطوط الرفيعه، بس هو مش مخصص لعلاج مشاكل تحت العين. يعني في مشاكل زي مثلا الانتفاخات اللي بتبقى تحت العين او ملوش علاقه بالحته دي. لا طبعا. هو مش مؤذي لكن هو مش مخصص للمناطق دي. تمام. طيب حاجه ثانيه برضو بالنسبه بقى، يعني احنا على طول الكريمات ومستحضرات العنايه بالبشره دي بنتكلم يعني انها خاصه بالستات. الرجاله ايه بقى والشباب؟ ما هو برضه بيهتموا بنفسهم الفتره دي اكتر مننا كمان. حقهم يعني. ما حدش يقدر يقول حاجه. ايوه حقهم يعني. انا قصدي يستخدموه من سن كام؟ وطريقه استخدامه بتختلف عن يعني هم مثلا غيرنا، هم بيعملوا حلاقه وكده فممكن يحصل بعض الجروح بعض الحاجات اللي زي كده. يستخدموا السيرم عادي؟ هو مفيش اي مشكله من انه الرجاله يستخدموه بنفس الطريقه، بس بلاش بعد الحلاقه على طول عشان البشره بتبقى ملتهبه او متهيجه شويه. يعني ممكن سنه تاني يوم او حاجه، لكن مفيش اي مشكله من استخدامه. وهو فعلا حقهم يهتموا ببشرتهم، دي حاجه فعلا كويسه. حضرتك يعني غير ما نقول يعني هو مش مستنيين ان احنا نقول. يعني في مثلا بشره بياخدوا اخته تكون مثلا بتستخدم حاجه معينه فياخد من اخته. الازواج حضرتك بيبقى مثلا كلنا بنتسرق يعني. بنتسرق فعلا. ايه الكريم ده البتاع؟ طب السيرم بقى يعني هل ولادنا الشباب او الاخوه يعني الرجاله يعني يقدروا يستخدموه ينزلوا على طول؟ هيبان مثلا انه تحسي كده في بعض الكريم بتبقى بتلمع البشره كده، هل هيبقى باين انه ايه يا عم انت عامل ايه في وشك؟ لا خالص، هو قوامه خفيف خالص، واحنا بناخد منه نقطه بسيطه بنفردها على الوش كله وهتلاقيه يمتص بعد دقيقتين بالكتير، فما فيش اي مشكله منه. بس لو هننزل الصبح لازم نحط سان بلوك بعد ما بنحط السيرم. بعد السيرم وبعد الكريم؟ بعد السيرم وبعد يعني الكريم. نستنى دقيقتين بعد السيرم وبعدين نحط الكريم، نستنى برضو يتشرب شويه وبعدين نحط حضرتك قلت لي الاعمار بقى من 25 عشان من اول 25 بيبتدي معدل الكولاجين يقل في البشره، فعشان كده بنقول من اول سنه 25. هو مش غلط اني استخدمه من قبل كده، بس عشان يعني احصل على افضل النتائج او اكتر وقت انا هبقى محتاجه فيه السيرم هو من اول سنه 25. تمام. طيب حاجه تانية من الحاجات المهمه جدا اللي احس ان انا بتطمني انا وانا بشتري اي منتج، وبالذات منتج له علاقه بصحتي او بشرتي، هل سيرم بينكي مصرح من وزاره الصحه واماكن بيعه فين؟ هو مرخص من وزاره الصحه، موجود في الصيدليات وموجود اونلاين على الموقع بتاع شركه ميرتي، وليهم كمان صفحه على الفيسبوك والانستغرام بيبقى فيها ارقام تليفونات، وممكن نطلب من على الرسائل الصفحه او من على الويب سايت. طب احنا عندنا هو على الشاشه عنوان الصفحه على الفيسبوك، ممكن نصور بالموبايل عشان يعني يبقى عندنا حريه ان احنا يعني نشتري اونلاين يعني نشتري من الصيدليات.
لانه كمان الحمد لله احنا قلنا انه مصرح من وزارة الصحة، يعني مش منتجات مجهولة المصدر يغرك بس فيها شكل العبوة او كده، وهي محتواها ممكن يضرك اكتر بكتير مما تتخيل. فاحنا الحاجات المضمونة اللي متصرح بيها من وزارة الصحة اللي تتباع في الصيدليات، اذا في رقابة دوائية عليها، وتتباع كمان اونلاين عن طريق الشركة نفسها، وفي كمان رقم موبايل حضراتكم لو عندكم اي استفسارات تانية. ممكن يبقى انت عندك استفسار طبيعة بشرتك مثلا فيها مشكلة او حاجة، فتسألي ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، هيردوا على حضرتك ويقولوا لك. يعني عايزين بينكي يعني زي ما هو كده مهتمين بيها الحقيقة، سيرم وكريم، يبقى في منتجات نفسي في منتجات تجميل والله من عندكم. يا سلام يعني لنا الاثنين، يا سلام. لا عشان واحد يلا نجيب الشركه كلها عند حضرتك. الحقيقه ان المنتجات المستورده بقت غاليه جدا جدا. وانا برضو فيما يخص البشره ما اعرفش التخزين عامل ازاي، ما اعرفش دي في بلدها منتهي الصلاحيه ولا لا. مش دايما المستورد يعني بيبقى مضمون جدا، لكن انا في حاجه هنا فيها رقابه مصريه يعني، وسعرها مختلف عن الحاجات اللي بالدولار. فاعتمدنا على كل المنتجات المصرية، والله شركات مهمة جدا جدا، وشركة زي بنكي شركة من أروع الشركات اللي بتهتم فعلا بكل التفاصيل. يعني حتى اللي بيكلمني مش حد إداري أو لا، دي صيدلية يعني صيدلانية دارسة صيدلة، فبتتكلم عن المنتج لأنها مذاكراه وعارفة نسبه وكل حاجة في مصلحتك ومصلحة بشرتك. ولما تشتريها بقى من فضلك تشتري اثنين، لأن جوزك هيحط منها فهيخلصها لك ولادك. على يعني فكره انا ببقى فخوره جدا وانا بتكلم عن برودكت مصري لما كمان بيكون البرودكت من اول الباكجنج انه شكله كويس ومناسب للبرودكت نفسه، لان بالذات سيرم فيتامين سي اوقات بتلاقي شركات كبيره جدا وعالميه وحاطه البرودكت في عبوه شفافه. أيوة. فده بيكسر اصلا السيرم، يعني فيتامين سي بيتكسر من الضوء، لكن عبوه سيرم بينكي عبوه مناسبه جدا للبرودكت، شكله حلو ونتيجته كويسه، ففعلا الواحد بيبقى مبسوط. كويس جدا بالظبط. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله. حبيبتي بشكركم، ميرسي جدا ليكي وكل منتجات بينكي، شرفتيني ميرسي جدا ودايما معانا وشرفنا وبنستفيد منكم ومن معلوماتكم. ميرسي جدا، ربنا يخليكي. شكرا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.